صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح النور مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامجكم صباح النور. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الاثنين 18/9/2023. يا رب يوم جديد كله خير وبركة وصحة وسعادة وكل الأمنيات وكل الحاجات الحلوة، واللي عيد ميلادهم بتاريخ 18/9 بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. طبعا اللي ما كانش بيتابعنا الحلقة اللي فاتت أو اللي قبلها، هبة طبعا في أجازة، بتاخد يعني أجازة كده تريح شوية، وإن شاء الله يعني كام يوم وترجع بالسلامة للبرنامج. فهكون معاكم أنا النهاردة يعني لوحدي، وحابين في بداية الحلقة برضو نتناقش في موضوع بحاول أكد عليكم كذا مرة، عشان في ناس بتقعد تبعت ايه اتكلم في بداية الحلقة عن مشكلة مش عارف ايه، عن ما احنا المشاكل والحاجات دي بنعملها فقرات، وحضراتكم لما بتبعتوا لنا تقولوا لنا اعملوا حاجة عن المعاشات بنعمل حاجة عن المعاشات، حاجة عن ذوي الاحتياجات الخاصة بنعمل ذوي الاحتياجات، حاجة عن مش عارف السكر لما حصل له ايه بنعمل، لما حاجات طبية حاجات اجتماعية. لكن الفقرة الأولانية اعتبروها دردشة، هي فقرة دردشة لا أكتر ولا أقل، بنحب نسمع فيها صوت حضراتكم من خلال أرقام التليفونات اللي بتبقى موجودة على الشاشة، وبنحب كمان تعليقاتكم الجميلة على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في إيجيبت، هتلاقوا صورة البرنامج هتكتبوا لنا التعليق المناسب. في حاجة في حياتنا ويمكن حتى من الناحية الروحية بتكلموا عليها اسمها التخلي، ان انت تاخد قرار التخلي، انا هتخلى عن كذا. بس خلي بالك انت لما بتتخلى عن كذا ده قرار بيبقى انت يعني اللي بتحدد كل تبعياته ايا كانت بقى ايجابيه او سلبيه. انا اقدر اتخلى عن كذا. اوقات الحاجه اللي انت بتقدر تتخلى عنها بتخليك سعيد، سواء كان قدرت تتخلى عن شيء او انسان او مكان. انت بتتخلى عن الشيء او الشخص او المكان اقتناعا وقناعة منك ان ده هيغير حياتك للافضل. قد تتغير للافضل وقد تتغير مش للافضل، لكن السؤال النهاردة ايه اللي ممكن انت تتخلى عنه عشان تبقى سعيد؟ يعني لما هتتخلى عنه هتشعر بالسعادة، او تتخلى عنه قناعة منك ان انت هتبقى سعيد. في واحد مثلا يقول لك انا لو تخليت عن التدخين هبقى سعيد، وفعلا لما يتخلى عن التدخين اول فتره بيبقى صعبه جدا، اول خاصه 40 يوم بيبقى متضايق جدا ومخنوق وقرفان كده من الناس ومن نفسه والدنيا عنده بايظه خالص، لكن تقابله بعد سنه مثلا تلاقيه مبسوط جدا، بيقول لك احسن قرار انا خدته في حياتي، واستريحت، جسم استريح ونفسيتي استريحت بعد كده. في حد ياخد قرار يتخلى عن مكان، يتخلى عن منطقة سكنه، يتخلى عن العمارة اللي ساكن فيها، يتخلى عن البيت اللي ساكن فيه، يقول لك أنا من يوم ما سبت المكان ده وأنا عايش سعيد أنا وعيالي. أي نعم أنا كنت المكان كان ظريف وحلو كل حاجة، بس ما كانش فيه سعادة، كنا على طول بنتخانق مع الجيران، كان معرفش مين قريب ساكن فوقية، كنا على طول في نقار، فأنا لما تخليت بقيت أفضل. في حد تاني يقول لك انا هتخلى عن مكان عمل، في حد تاني يقول لك انا هتخلى عن يعني شخص معين، شخص مؤذي في حياتي. فيبقى قرار التخلي، انتوا عارفين قرار يعني بيسموها ليه تخلي؟ لاني كانك بتقطع حته من لحمك كده وانت بتتخلى، بيبقى حاجه صعبان عليك قوي ان انت تسيبها. لكن لو القرار اللي هو العادي، على فكره انا هتخلى عن مثلا يعني ان انا ما احطش مش عارف ايه في السلطه، يعني ده مش قرار، يعني ده مش حاجه انت يعني، لكن تخلي عن حاجه هي بالنسبه لك ممكن تكون صعبه قوي وانت بتعملها، بس خلي بالك انت لما هتتخلى عنها هتعيش سعيد. القرار ان لو حضرتك او حضرتك اخدتوه النهارده في التخلي عن كذا هتكون مبسوط وسعيد. ايه القرار اللي ممكن تتخلوا عنه يخليكوا سعداء؟ واحد يقول مثلا أنا لو تخليت عن العصبية بتاعتي هبقى سعيد. في ناس ما بتقدرش تتخلى عن العصبية،
او يحاول يضبط نفسه ما يعرفش. ليه ما يعرفش؟ لانه ما بيحاولش وما بي، لان هي الموضوع صعب جدا يعني. مفيش حد النهارده بيقرر ان هو هيبطل نرفزه فيقوم الصبح هادي ورزين وتمام وتقول له في مشكله حصلت، يقول لك خير احكي لي المشكله. مفيش حد بيحصل كده، ده بتبقى قصه كبيره جدا. اذا قرار التخلي، تعالوا نتفق ان هو قرار صعب، قرار من القرارات الصعبه في حياتنا. تقول لي عادي على فكره ان واحد يتخلي، ايه يعني واحد بيشرب سيجاره ويبطلها؟ لا ده مش عادي، لا ده مش عادي، ده قرار صعب جدا. تخلى عن شيء معين او شخص، بتتخلى عن شيء او شخص او مكان هيخليك سعيد ويخليك افضل. قول لنا ايه الشيء او الشخص او المكان ان انت لو تخليت عنه هتبقى حياتك افضل وحياتك اكثر سعاده. ابعتوا لنا وقولوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في ايجيبت عشان نقرا كل تعليقاتكم الجميله، وكمان اتصلوا بينا من خلال ارقام التليفونات اللي حالا كمان تبقى قدام حضراتكم على الشاشه. انا بحب جدا لما بلاقي حد بقابله في الشارع ولا حاجه يقول لي انا مسجل رقم البرنامج على التليفون، تبقى حلوه. ليه بقى؟ حاول تتصل اي وقت، انت كده كده معاك الرقم، تطلعه وتكتب عليه سي تي في كده على الموبايل وتطلع وتتصل على طول. طب ما انتوا بتشيلوا الارقام بسرعه؟ لا مش بنشيلها بسرعه ولا حاجه، بس ممكن لو معاكش قلم في ايدك، فالنهارده كل الموبايلات تقريبا بقى فيها كاميرات تتصور الشاشه وبعد كده تلاقي حالا هتبقى ارقام التليفونات قدام حضراتكم على الشاشه. نبتدي الاول الاتصالات وبعد كده ناخد التعليقات الجميله. استاذ محب من بني سويف، اهلا بيك. صباح الخير استاذ سحاب، اخبارك ايه؟ صباح الفل يا استاذ محب، اهلا بحضرتك. الله يخليك. بس موضوع التخلي ده هو في اوقات كتيره جدا وبقى صعب فعلا. يعني انا لو مثلا مسافر وجيت في وقت كده لغيت الموضوع وقعدت خدت قرار ان انا اقعد، ابقى من جوايا ابقى متضايق جدا. ايوه. ابقى زعلان جدا يعني. ايوه. ممكن برضه موضوع التخلي في مثلا انا خططت وعملت نص اكلين وجيت سكيت، يعني برضه ده صعب شويه. طبعا هي اي قرار بيبقى فيه شيء من المصير بيبقى صعب، يعني قرار التخلي عن فرصه سفر ده قرار صعب جدا اللي حضرتك بتقوله يعني. لكن دايما احنا يعني بينصحونا ان لو جات لك فرصه سفر للعمل، مش فرصه يعني واحد هيروح يدور في الشوارع هناك وكده، روح جرب، مش هتخسر حاجه لما تبقى سنه في حياتك جربت فيها حاجه جديده تخليك اما تكمل اما تتراجع خالص. اكيد طبعا يا استاذ، بس حضرتك ممكن في ظروف بتحكمك ان انت ترجع عن طبعا الموضوع. طبعا ممكن يعني يكون انا لو جات لي فرصه ان انا اسافر وانا نفسي ان انا اسافر او طموحي في الحياه ان انا عايز اسافر والموضوع ده خلاص خلصت ورقه وهسافر ويجي شيء ان هو يمنعني من السفر بيبقى صعب جدا. طبعا ربنا معاك، بشكرك جدا يا استاذ محب، بشكرك جدا. وهنخلي ارقام التليفونات قدام، بستاذن زمايلي بس يحطوا لكم ارقام التليفونات تبقى قدامكم على الشاشه، هي موجوده واتصلوا بينا وقولوا لنا، واحنا برضو ناخد بعض التعليقات الجميله اللي حضراتكم بتبعتوها لنا على صوره البرنامج على صفحه البرنامج سي تي في ايجيبت. أستاذ نجيب هو بعت لنا حاجة، يعني صورة كده هو جايبها بتقول عليك أن تتعلم فن التخلي، لا تتمسك بما لا يتمسك بك، لا تسعى خلف سراب يحبسه الظلمان، لا تتشبث، يعني كلام كبير قوي بصراحة يعني. فيلومينا ثروت بتصبح علينا وبتقول يا ريت تتكلم عن ميت نما، لحد دلوقتي لسه ما خلصش وناس كتير بتموت وناس كتير بتتعور. شكرا. ايه كوبري؟ مكتوبه غلط، بس كوبري ميت نما. انا ما اعرفش الحقيقه موضوع الكوبري ده، بس هسال عليه ولو في حاجه نعملها طبعا نتكلم عنه يعني. استاذ عادل عبد الله بيصبح علينا من دمياط، شكرا لكلامك الحلو، وبيقول نفسي اتخلى عن سوء الظن بالناس، ده بيخليني سعيد، والبعد عن العصبيه الزايده. جميل يا استاذ عادل. جيهان عوض بتصبح علينا، شكرا لحضرتك. المعلم ابراهيم كمال شكرا ليك، وبيقول لما اتخلى عن كبريائي واعيش مع ربنا باستمرار هكون في احسن حال. التخلي ان اترك حياتي
وتدبير أموري في إيد ربنا، شعار البابا شنودة ربنا موجود. فينا صبحي شكرا ليكي، وأنا بجد هتخلى عن اللحمة مش هشتريها نهائي لأنها وصلت 400 جنيه، لا بجد بحاول أتخلى عن العصبية وربنا أكيد هيساعدني، ربنا يساعدنا. خلي بالكم إن إحنا طبيعتنا عصبيين، يعني يقول لك إن كل ولو رحت أكتر مثلا إسكندرية هتلاقيهم عصبيين أكتر مننا بالمحافظة، يعني مش تنمر ولا حاجة، بس دايما اللي ناحية البحر المتوسط بتبقى دي طبيعة شخصية فيهم، بيتنرفزوا بسرعة، عصبيين أكتر. لو رحت إيطاليا واليونان هتلاقي برضو فيهم مننا، يعني هتلاقيهم شبهنا في موضوع العصبية والنرفزة. كل ما تدخل لأوروبا كده في النص، كل ما تدخل ناحية الشعوب اللي عندها برودة في الجو أكتر، وتدخل بقى عند الدول الإسكندنافية الدنمارك والسويد وفنلندا، تلاقي الناس هادية والدنيا لطيفة. طبعا مش كله يعني، بس يعني سمة من، فإحنا من سماتنا إن إحنا عصبيين قوي يعني، فما محدش يزعل. والشعوب الحارة كمان بتبقى شعوب أكتر عصبية، يعني لو رحت الصعيد هتلاقيه غير بحري، لو رحت أول الصعيد مش هتلاقيه زي آخر الصعيد. فقصدي أقولك البيئة بتتحكم في فكرة العصبية والنرفزة وكده، فما تزعلش قوي يعني. فحلو موضوع إن العصبية الواحد يقدر يبطلها ده. أكاونت فيكتور موسى بيقول أكون سعيد عندما أتخلى عن مقارنة نفسي بالآخرين. حلو ده، حلو ده إن حد يتخلى عن مقارنة نفسه بالآخرين. أي إنسان بيقارن نفسه بالتاني، اللي بيقارن هو اللي خسران، هو اللي دايما خسران وعايش تعيس وعايش مش سعيد وعايش دايما في قلق. تلاقي نفسك عايش في قلق وما تعرفش أنت عايش في قلق ليه، أنت كل ده عشان بتقارن نفسك بالآخر، هو وصل لفين وأنا ما وصلتش. مع أن يعني ناس كتير الجيل اللي قبلنا اللي هو جيل أبائنا وأجدادنا وبتاع كانوا عايشين أبسط مننا بكتير جدا، وكانوا عايشين في سلام أكتر مننا يعني. أستاذة جولي أهلا بيكي. صباح الخير أستاذ حق. يا صباح الفل. أنا في جلة بالسلامة أستاذة هبة. يا رب يا رب، أهلا بيك. أنا من أسوان، فكان من كام سنة ما فيش جامعة أسوان. فنجحت في الثانوية العامة. أيوة. وبعدين عماتي أخوات بابا طبعا قال إن بابا لا غلط البنت تتغرب في القاهرة. أيوة. وبعدين بابا ما سمعت كلامهم، قال بنتي طالما مكافحة مش هحرمها إنها تكمل زي ما هي عايزة. تمام. جابني جامعة عين شمس واتخرجت وخدت لسانة آداب والحمد لله. برافو برافو برافو. برافو. وجابني الجامعة والحمد لله، دخلت مدينة جامعية. برافو عليك. كملت تعليمي ونشكر ربنا وخدت لسانة آداب وتربية. خلي بالك برضو بابا يعني ليه الفضل في ده، لأن هو كمان تخلى عن العادات والتقاليد اللي ممكن تكون حاكمة عندكم في أسوان بشكل كبير جدا يعني. صح؟ ربنا معاكي وبشكرك، بشكرك جدا. أوقات في حاجات لما احنا بنتخلى عنها بنبقى للأفضل ونبقى للأحسن، وبننبسط إن احنا عملنا كده بعد وقت وبعد فترة. في حد بعد ما يتخلى عن يعني أو يخلع شخص من حياته، بعد فترة من الزمن يلاقي حياته بقت أظرف، وعايز أقول تعبير تاني بس خايف يتاخد بشكل غلط، ولا حياته بقت أنظف. يعني احنا لما بناخد قرار التخلي وناخده بجد حياتنا بتتحسن للافضل. بس ايه القرار ممكن تتخلى عنه يخلي حياتك للافضل؟ شيء او شخص او مكان، شيء او شخص او مكان، ابعتوا لنا وقولوا لنا. وانا كمان صفحه الفيسبوك اهو شايف تعليقات كتير، حاول اقرا منها على قد ما اقدر. ميري نعيم، نفسي أتخلى عن وقت معين أنا مخصصاه لحاجة معينة علشان ربنا. نفسها تتخلى عن وقت معين تخصصه لربنا، دي حاجة جميلة. أم شنودة بتصبح علينا وبتقول ربنا يرجعك بالسلامة يا هبة. يا رب إن شاء الله. هبة زي الفل، مفيش حاجة، بواخد أجازة بس يعني يعني أجازة سنوية بس بتستريح شوية يعني. سامح زكي، نتخلى عن كل ما يفسد علاقتنا بربنا ويبعدنا عن ملكوت الله. بص الكلام، بص يا استاذ سامح كلامك لطيف جدا، نتخلى عن كل شيء يبعدنا عن ربنا، لا بس انا عايزك تقول لي اتخلى عن حاجه
فيك انت يعني، بلاش فينا يعني، بلاش نتفكر، بلاش نفكر لبعض، تعالوا نفكر كل واحد في نفسه، تخلى عن شيء او شخص او مكان، الشيء او الشخص او المكان اللي هتتخلى عنه حياتك هتبقى للافضل. حد بيقول انا نفسي اتخلى عن كل دقيقه شيطانيه اللي هي بتخلي حياتي كلها بعيده عن محبه ربنا. ماشي، بس برضو ده في العام. مينا ملاك بيقول الف سلامه على هبه. لا هبه مش تعبانه، هبه زي الفل، هبه واخده اجازه. اشرف وجيه، صباح علينا، احب اتخلى لو كنت صاحب سلطه او رئيس واتخذت قرار واضح للناس ليه انا اخده، علشان لو ما عملتش كل الناس. لا مش يعني مش هي دي يا استاذ اشرف. استاذ اشرف اتكلم عن حاجه في حياه حضرتك، يعني قول لي اتخلى عن شخص او مكان او شيء يخلي حياتي للافضل. وناخد استاذ سعد معانا من اسيوط، اهلا بيك. اهلا استاذ حار، يا صباح الفل. صباح الفل على حضرتك، برنامجك حلو خالص وكل موضوع بتتناوله بيفيدنا والله. شكرا يا استاذ سعد، شكرا لحضرتك. بس يا استاذ حار، تخلى عن حاجات كثيره في الشخص او في انا او يعني في الانسان. ايوه، ممكن يتخلى عن العصبيه، ممكن يتخلى عن النرفزه، ممكن يتخلى عن ان هو ما يبصش لحاجه حد، ما يبصش لحاجه حد ان هو يعني ان هو فقير او غني، ما يبصش لحاجه حد. ممكن يتخلى عن خطيه معينه، ممكن يتخلى عن عاده سيئه. طب استاذ سعد، لو هتكلم على حضرتك بشكل شخصي، ايه الحاجه اللي انت عندك مش حاببها وحابب تتخلى عنها، سواء كان شخص او شيء جواك او مكان او حاجه عندك انت بتعملها ونفسك تتخلى عنها وحاسس ان حياتك هتبقى الافضل؟ والله يا استاذ حاجه، انا بالنسبه لي انا راجل يعني راجل فقير يعني، ما فيهاش فوق راسنا يعني، السجاير بطلتها وبقيت سعيد الحمد لله. ربنا معاك يا استاذ سعد، واشكرك جدا لمداخلتك الجميله النهارده معانا. استر عبد الوهاب، نفسي اتخلى عن القلق، دايما قلقانه ومكتئبه. طبعا القلق يعمل اكتئاب طبعا. احنا كتير موضوع القلق ده ما بنعرفش نتخلى عنه، خاصه اللي عنده اولاد بيبقى يعني دايما قلقان عليهم، ما اعرفش قلقان عليهم ليه بس هو قلقان وخلاص يعني. ريني عادل، نفسي اتخلى عن التفكير في الماضي والاحداث السيئه والقلق عشان بتعب جدا منهم. اكيد طبعا التفكير في الماضي بيسبب قلق يعني، دي حاجه برضو محتاجه اوقات. على فكره في حاجات ما بنقدرش نتخلى عنها وبنبقى محتاجين مساعده، يعني مساعده طبيه نفسيه مثلا. يعني كل الناس اللي على فكره بيبقى عندهم قلق شديد ناحيه حاجه معينه او تفكير في الماضي بشكل كبير جدا 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 بيبقى محتاج مساعده نفسيه، بس احنا ما بنبقاش عارفين. احنا بنفتكر ان احنا ممكن نتخلى بقوه منه. وعلى فكره برضو حتى الحاجات البسيطه انت بتقدرش تتخلى عنها لوحدك، يعني بتحتاج نعمه ربنا قوي معاك، ومحتاج تصلي، ومحتاج تشجيع، ومحتاج مسانده. كلنا على فكره محتاجين كده، مفيش حد جامد قوي يعني. برضو دايما اقول انا الجمله دي، بس انا عشان انا مقتنع بيها بشكل كبير جدا، مفيش حد فينا جامد قوي، كلنا عندنا دفوهات، وكلنا في حاجات ما بنقدرش نعملها لوحدنا، بتبقى محتاجه زقه من الناس اللي حوالينا، زقه دي اللي هي التشجيع، زقه دي اللي هي تقدر تاخدنا لحته افضل يعني. معانا استاذ كورولوس، اهلا بيك. طب انا هقول على حاجه بس يا استاذ كورولوس، احنا دايما نسمع بعض من التليفون مش من التلفزيون، استاذنكم اي حد يحاول يتصل بينا يوطي التلفزيون على الاخر. صباح الفل يا استاذ كورولوس. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. ممكن توطي التلفزيون؟ تخلى عن محل اكل عيشي لو في منافس ليا. تتخلى عن ايه؟ محل كده عيشي اللي انا مثلا. تتخلى عنه ليه؟ لو في منافس. تتخلى عنه لو ده المنافسه حاجه حلوه، ليه تتنافس؟ طب وايه يعني تتخلى يعني لو في ممكن يا استاذ حاجه يكون الزبون جاي لك وانت تبيع له، وبعد كده يطلع الزبون ياخد الدرس ويبيع له ارخص منك ويخسر. طب لا بس ده ما اسموش تخلي بقى. انا اسف ان انا اقول لك يا استاذ كورولوس، اللي حضرتك بتقوله ده اسمه انسحاب. بالعكس، انا لو في حد بينافسني او حد يعني واقف قصادي بقى، انا هاخد حقي وانا هطور من نفسي وانا اعمل حاجات كتيره جدا، والمنافسه دي حاجه حلوه في الاخر مش حاجه سيئه يعني.
ما انت بتطور في حد هو بيجيب نفس السلعه. لا بس يعني تتخلى يعني تسيب المحل خالص؟ اسيبه وافتح مكان تاني احلى منه. تغير نشاط يعني؟ اه. طيب ربنا معاك، ماشي. تغيير النشاط ده برضو حاجة كويسة يعني، بس أنا برضو ما أقصدش، شكرا أستاذ كرولس، بس ما أقصدش فكرة التخلي هي الانسحاب يعني، أنا إن أنا مثلا لقيت منافس ولا لقيت حد بينافسني إن أنا أسيب، لا بالعكس أحاول أطور من نفسي وكده، لكن فكرة تغيير النشاط ماشي، المهم يعني ما أسيبش الدنيا خالص يعني، ما أقعدش أقول لا مش هشتغل عشان في ناس بتنافس، لأن في أي مكان أو أي حد بينجح هيلاقي 100,000 واحد بينافسوه وبيعندوه وبيقفوا قصاده وبيحاولوا يفشلوه ويسقطوه، يعني ده اي مجال، اي مجال في الدنيا يعني، البني ادم من ساعه ما ربنا خلقه الى هذه اللحظه لو هو عايز ينجح هيلاقي قصاده العقبات دي، هيلاقي مطبات وهيلاقي ناس بيفشلوه وناس بيقولوا له انت فاشل وناس بيقولوا له انت مش نافع وناس بيقولوا له انت مش تنجح وناس يقفوا في طريق نجاحه. ده بيحصل اليومين دول بس عشان الناس نفوسها وحشه؟ لا، ده بيحصل من ساعه ما البشريه اتخلقت لحد هذه اللحظه. استاذه ناديه من بني سويف اهلا بيكي. اهلا، صباح الفل على حضرتك. صباح الخير، ازيك يا استاذ اسحاق؟ الله يخليكي يا مدام ناديه. سلمي المدام هبه وترجع بالف سلامه. يوصل، حاضر، ربنا يخليك. بص من غير ما تضحك عليا بقى. لا قولي. بص انا عندي كراكيب في البيت كتير. نفسي استغنى عنها ومش قادره استغنى عنها. طب ليه مش قادره تستغنى عنها؟ يعني بص كل حاجه كده ليها قيمه، حتى لو كانت قديمه، حتى لو كانت كده بشوف فيها ذكريات معينه كده كده، والولاد دي ويا ماما دي لزومها ايه؟ دي مخليها ليه؟ وانا مش عارفه اعمل ايه. طب هل ما فكرتيش مره ان انت مثلا الحاجات مثلا لبس مش بنلبسه، اللبس لو عدى عليه سنتين ما لبسناهوش؟ لا اللبس عارفين مكانه، بيروح للمكان المعين بتاعه يعني. اوكي، طب يعني مثلا حاجات في البيت كده، كرسي الشقه صغيره والكراكيب برضه مضايقاني، الا ان برضه مش قادره استغنى عنها، ونفسي استغنى عنها عشان احس ان انا مرتاحه. بس خلي بالك الكراكيب مع الوقت بتعمل قلق يعني، بتعمل حاله نفسيه مش حلوه يعني، مش عارف صح كده ولا انا غلطان؟ بتحس أيوة ان صح صح، تحس انت متضايقه. انا لما بخش عند الولاد والاقي مرتب وحلو ببقى مرتاحه طبعا، ونفسي اعمل كده عندي. طب هل ما فيش مكان مثلا في البيت ويكون مثلا نقفل مكان تحت السرير او في مكان معين نجمع فيه كل حاجه؟ لا اول مكان على الارض. بس انا نفسي انا ما الاقيش اي حاجه من الكراكيب دي واحس ان انا مرتاح. طب صدقيني من احلى المكالمات اللي جات لي يعني، انا فعلا لو كل واحد فينا فكر في مساله الكراكيب يلاقيها حاجه بتضايق جدا. انا بشكرك يا مدام ناديه، بس فعلا الكراكيب بس هي حضرتك مرتبطه نفسيا بيهم، فانا مش عارف يعني لو انا مثلا مكان حضرتك اقفل مكان تحت السرير مثلا او ممكن فوق الدولاب، او يعني انا عارف ان الشقق بتبقى صغيره، بس هنقفل مكان اجمع فيه معظم الكراكيب والحاجه اللي اقدر استغنى عنها استغنى عنها، اسلفها للناس اللي حواليا، ابيعها لو حاجه يعني ممكن تجيب فلوس يعني، لان الكراكيب الزياده تمام. وممكن برضو جاي لي اجابه اهو بيقول لي ممكن نستغنى تدريجيا يعني، حضرتك تستغني عن حاجة حاجة، الأقل أهمية بالنسبة لك وتسيب الأكثر أهمية لغاية ما يجي وقت يعني تقدر تستغني عنها. طب سريعا كده عشان وقتنا جري، ريني بخيت، الكسل، نفسي أتخلى عن الكسل، بيبوظ أي حاجة وأي علاقة أو حتى فرصة عمل. معاك حق جدا جدا جدا. سمير دميان، التخلي عن أي شيء يضر بالإنسان. لا أتكلم عن أنا عايز يا أستاذ سمير حاجة واحدة بس. مافن عماد، نفسي اتخلى عن مقارنه نفسي بالاخرين لانه بيخليني اكتئب جدا. اعتقد ان انا قريت ده قبل كده. ام كيرو، التخلي عن الناس السامه مهما كنا بنحبهم. حلو الاجابه. دميانا بشرى، نفسي اتخلى عن العند والعصبيه عشان حياتي هتبقى افضل بكتير. استاذ يوسف اهلا بيك. صباح الفل يا استاذ، يا صباح الورد، اهلا بحضرتك. يصحح حضرتك تمام. الله يخليك يا استاذ يوسف، نشكر ربنا. نفسي اتخلى عن كلمه واحده وهي الانانيه عشان اضحي. الانانيه؟ الانانيه. طب ايه اللي بيخلي اتفضل ايه اللي بيخلي حضرتك تقول على نفسك كده يعني، مع ان ممكن ما تكونش انت كده اصلا يعني؟ لا انا في حاجات فيا بحبها لنفسي، واخد بالك؟ انا بعتبرها انانيه
يعني لو تخلى عن الجزء ده يبقى انجح واحد في حياتي. الله عليك، انا بشكرك لان انت كمان بتتكلم بمنتهى الوضوح وبتعترف بحاجه ممكن الناس تفتكرها حق، يعني يقول لك حد يقول على نفسه كده يعني. فانا بشكرك يا استاذ يوسف على صراحتك يعني، بشكرك. والانانيه يعني لو انا يعني ما اعرفش، ما عنديش الاجابه الواضحه يعني، بس انا عشان ما بقاش بفكر في كل حاجه لوحدي برضو اشارك الناس في حاجتي، بمعنى اتعلم ان انا لو حاجه عندي حاجة منها اتنين أدي حاجة لحد تاني، يعني ما أقصدش أن حضرتك ما بتعملش كده، وما أقصدش أني أنا عارف أن أنا بتكلم في حاجات بسيطة، لكن الحاجات البسيطة دي هي حتى اللي بتربي أولادنا على الفكرة دي. أنا مثلا عندي اتنين جاكيت زي بعض، فيش مشكلة أن أخويا أو قريبي أو ياخد الجاكيت منهم، ربنا بعت لي حزامين هدية، أو ممكن واحد ياخد واحد وأنا واعي، ولو بعتني الكرافتتين هدية مثلا ممكن واحد ياخد كده. فهي بتبقى بالتدريج في الحاجات البسيطة لحد ما توصل بالحاجات الكبيرة. بشكرك أستاذ يوسف، يعني ده اعتراف من الحاجات الحلوة يعني. أشكركم وبشكركم لتفاعلكم من محافظات كتيرة من مصر، وكمان تعليقاتكم الجميلة على الفيسبوك. لسه معانا في فقرات النهاردة إن شاء الله تعجب حضراتكم، فاصل ونرجع تاني. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. آية اليوم المزمور 23 عدد 4: أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. النهاردة بنبتدي يومنا بمزمور الرعاية. ما أجمل أن أنت تشعر في يومك أن أنت عايش في رعاية ربنا يسوع المسيح. في بداية المزمور بيقول الرب راعي فلا يعوزني شيء. فعلا لما يكون ربنا هو اللي بيرعاك، ربنا هو اللي معاك، ربنا هو الراعي الصالح بتاعك، انت مش محتاج اي شيء تاني. فالنهاردة المرنم بيوصلنا في الترنيمة رعاية ربنا لنا، بس وصلها بتعبير جميل قوي. بيقول فيها ايه؟ اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. ايه وادي ظل الموت ده؟ معروف الوادي اللي الإنسان بيمشي في الوادي، الوديان زمان كانت بتبقى مخاطر، لأن كان وادي عشان يوصلك إلى مكان معين. الوادي ده كان بيبقى كله مخاطر، كله وحوش، كله قطاع طرق، علشان في الآخر خالص يوصل لمكان معين. هو شبه الحياة بتاعتنا بأنها وادي على يمشي فيه علشان خاطر نوصل بعد كده للحياة الأبدية في الدوس النعيم. فبيقول إيه؟ إذا سرت في وادي ظل الموت، هو بيشبه الحياة اللي احنا فينا بحياة المخاطر، فبيقول ظل الموت. ظل الموت يعني ايه؟ هو مرضاش التعبير بتاعه من كتر حب المرنم وثقته في ربنا، مرضاش يقول وادي الموت، لأن الموت هنا كأنه بيأكد الموت كحقيقة بتنهي كل شيء. احنا المسيحية بنقول إن الموت ده مرحلة انتقال فقط لغير، عشان كده بيقول ظل الموت. شبه الموت اللي الناس بتقف عجزة قدامه، شبه الموت اللي الناس بتخاف منه، شبه الموت اللي هو سبب حزن وكآبة للناس، قال ظل الموت. يعني الموت ده زي الظل، ظل ولا حاجة. فتخيل الإنسان اللي عايش في رعاية ربنا يشعر بأن الموت ده ظل، ماهوش حقيقة، الموت ده مجرد انتقال لحياة تانية. هي دي حياة الإنسان اللي عايش مع المسيح. عشان كده بيقولك إذا أنت ماشي في وادي ظل الموت، ماشي في الوادي علشان ليك هدف معين، هو فردوس النعيم وملكوت السماوات. فانت ماشي في هذا الوادي ونهايته ايه؟ نهايته موت؟ لا، هو مش موت، هو انتقال. بنقول ليس موت لعبيدك بل هو ايه؟ انتقال. عشان كده المرنم النهارده قال ظل الموت، يعني انت ماشي في وادي ما تخافش. بيقول ايه؟ ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا. ليه بقى؟ لانك انت معي. عارف ان ربنا هو ايه؟ الراعي الصالح ليه. دايما كده الخروف اللي عينه على ربنا وعينه على الراعي بتاعه ما بيتوهش، مجرد ما عينه بتلتفت يمين أو شمال بيتوه عن القطيع. طيب ده حالي أنا، إن أنا ماشي في وادي ظل الموت وعيني على مين؟ على الراعي بتاعي. فأنا مش خايف، لأن مين اللي معايا؟ ربنا. ومين الراعي بتاعي؟ هو يسوع المسيح. لكن هنا في دور على الراعي، أظهره
المرنم. الدور الجميل بتاع الرعي قال عصاك وعكازك هما يعزيانك. طب انت ليه ما قلتش عصا بس او عكاز بس؟ اشمعنى ذكرت عصاك وعكازك؟ خلي بالكم المزامير محاه من الروح القدس، فبيقول ايه عصاك وعكازك؟ ايه الفرق بينهم؟ الرعي بيبقى معاه حاجتين، معاه عصا ومعاه عكاز. ايه الفرق بينهم؟ العصا علشان خاطر يحمي بيها الخراف بتاعته. العصا فيها نوع من الشدة، فيها نوع من الحزم، بيستخدمها ان هو يحمي الخراف بتاعته بايه؟ اذا في وحش جاي عليهم او عدو الخير جاي او في خطر بيهددهم، الرعي بيستخدم ايه؟ بيستخدم العصا بتاعته ان هو بيبعد. يبقى في هنا شدة، في حزم، في قسوة، بس عشان خاطر انا ببعد عدو الخير ان هو يتقدم وان هو يلمس الخراب بتاعتي. طيب دي العصاية استخدمها ربنا بقوة وبقسوة علشان يبعد ايه عنك كل شر. طب ايه العكاز بقى؟ العكاز هنا اللي هو بيستخدمه ليك انت بقى، اللي هو بيستخدمه الراعي العكاز ده ان هو لو لقى الخروف هيضل يمين او شمال بيحاول ان هو يعمل ايه؟ يحاول بالعكاز بتاعه ان هو يوجهه يمين او شمال. ده العكاز. يبقى هنا في فرق بمعاملة ربنا معاك، عشان ما تزعلش من تقديم ربنا. ربنا معاه عصا قوية جدا وجبارة بيبعد عنك الأذى وبيبعد عنك عدو الخير، وفي نفس الوقت معاه عكاز بيوجهك بيه. عشان كده ما تزعلش من تأديب ربنا، قول يا رب أنا واثق في قوتك، يا رب أنا واثق في حمايتك، لكن يا رب في حاجة معينة قوي إن أنت بتستعرف تستخدم كل شيء في الوقت المناسب. عصا التأديب لو فيه خطر جاي عليا، لكن العكاز اللي هو كله حنية وكله حنان علشان خاطر لو أنا هضل عن الطريق بتدخلني. عشان كده أنت ماشي مع ربنا، ماشي في وادي ظل الموت، ما تخافش أبدا لأن معاك إيه؟ ربنا. مين بيسندك بإيه؟ بعصا وعكاز. عشان كده لما يجي بالعكاز بتاعه يقول لك يمين أو شمال، دي تجربة بسيطة ربنا بيبعتها لك باش عشان خاطر إيه؟ يوجهك للطريق الصح. عشان كده النهاردة نتفائل كلنا، نقول يا رب إحنا عايشين في الحياة كل يوم بنسمع أخبار صعبة، بنسمع أخبار مزعجة، لكن مين الراعي بتاعنا؟ هو يسوع المسيح. النهاردة ردت كلنا أيضا إذا صرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. في تعزيات في آخر اليوم، نبتدي بالرعاية وفي تعزيات في آخر اليوم، لو في وسط اليوم حصلت أي مشاكل في تعزيات من ربنا وإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.